كويسه وفي حاجات غاليه وكده يعني، فالواحد بيجيب على قده على قد امكانياته يعني، بدل ما اجيب 2 كيلو اجيب كيلو من كل حاجه يعني حاجه كده. لا اكيد لا طبعا والله، الغلاء بقى ما في كل حاجه، انا مش شايل الحكومه اللي مغليه كل حاجه. اسعار الفاكهه غاليه مولعه، ونفسنا في الخوخ والمانجا والحاجات دي، كل حاجه بالفلوس واحنا ما معناش، وخلي السيسي يرحمنا لله، ما معناش، مش لاقيين والله والله ما لاقيين نصرف. احبسوك يا اخي والله، خليهم يحبسونا على حق، احنا مش لاقيين، نادي بقالي سنه متدوس مش عارف اكفي بيتي، بقالي شغال على الله ارزقه يوم في يوم ما فيش. ما انا بقول لك الفاكهه غاليه، هنشتري ازاي؟ هنجيب كيلو مشمش ب 30 جنيه ب 40 جنيه، وهذا على الله 5 جنيه موز غالي، وكل حاجه كل حاجه خلقها ربنا غاليه في السوق في المنطقه دي كلها. اللي معاه مش عاوز يدي التاني، اللي معاه مش عاوز يدي التاني خالص، ويدوس على نفسه. ليه بقى؟ احنا بقى عاوزين ناكل عيش. اللي معاه مش عاوز يدي التاني، كل حاجه غاليه في خلق ربنا، كل حاجه غاليه، حتى النش غالي، والدبنه غاليه، والعيش غالي، والايدار غالي بتاع الشقه. اللي معاهم هم اللي بياكلوا، واحنا زي عدد ما معناش، ما نجيب الفاكهه دي، هنجيب كيلو مشمش ب 30 جنيه؟ مش عارف انا، الناس داخل مشمش زي ما شايفه، واللي ياكل طماطم واللي ياكل خيار، وانا نادي ما معيش. خليه حن علينا شويه لله عشان خاطر ربنا. غاليه طبعا، أقل من الأول، الأسعار غالية والله، هي متناسبة مع أسعار العصر يعني، مش شاذة عن العصر يعني اللي احنا فيه، بما إن كل حاجة غالية فالفاكهة غالية زيها زي كل حاجة. أنا بصراحة يعني أصلا أنا ما بشتريش كميات كبيرة، ما بيهمنيش الكم قد ما بيهمني الكيف، بشتري النوعيات الكويسة وكميات قليلة مش مشكلة. ارتفاع الدولار والاحوال الاقتصاديه بتاعت البلد عموما يعني، في ب 15 وب 30 وب 40. لا طبعا كل حاجه قلت، المرتبات ما بتكفيش. ايه ده عايزك سؤال يعني؟ انا بقول لك دلوقتي الفلوس قليله، والنقله بتيجي يعني من العبور كان النقله بتيجي ب 150 دلوقتي 300 جنيه، فكله بيجي على المواطن. مش ب 12 وب 15 وخوخ ب 10 جنيه. الناس تعبانه، اللي بيقدر بياخد واللي ما بيقدرش ما بياخدش. الغلاء طبعا، الغلاء والله دي بقى حاجه ما نقدرش احنا نقدر نقول عليها، دي حاجه بقى من عند التجار مش من عند البياع يعني. الموز من 5 ل 6.5، والمشمش ب 15، في برضه تفاح تاني بلد ب 10 جنيه، وفي تفاح بلد ب 15، في اقل من كده تبع الجوده يعني. البطيخ من 30 35 40 يعني متوسط يعني، ما فيش اسباب يعني، برضه العمليه الاقتصاديه مأثره شويه يعني. الناس بتوازن طبعا بين الدخول يعني، ياخد كان كتير بياخد ماشي، في ناس بتاخد وناس لا كده يعني. في الغالي وفي الرخيص، المستورد غالي والبلدي حلو طالع رخيص السنه. الاسعار في تفاح ب 10، وفي جوافه غاليه ب 15، في تفاح مصري، في اناناس ب 5، في موز ب 6، في موز ب 5، المشمش ب 15، البطيخ في 30 و40 مش كله يعني، هو لحد ما ضعيف شويه، مش يعني كل حاجه ما ترخص الاقبال هيزيد اكتر. فعلا ما فيش حد بيعترض، لو في حد بيعترض الغلا ده هينتهي، بس الحاجه بتغلى والناس يعني بتشتري، فعادي اللي بيزود ما فيش مشاكل، هو ده السبب.